نروح الموضوع ثاني صراحة، يمكن كلنا نهتم بصحتنا، وقررنا أنه هو يكون أول أولوياتنا هذه السنة، وأكيد صحة العظام هي من أهم الأمور اللي لازم نهتم فيها. معنا الدكتور عادل رجولة اللي حيكلمنا عن 5 خرافات حول صحة العظام واللي مو لازم نصدقها في سنة 2021 أبداً أبداً أبداً, 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 أبداً. بس أول موضوع طقطقة العظام، لأنه أنا أحب أسويها، هذه عندي عادة، بس يعني تخرب الأيادي ولا لا؟ حسب، الايدين ولا العمود الفقري مختلف، حنحكي عنه. أوكي. حنحكي عنه. اول شيء ساره، صباح الخير ونعاد عليكم ونعاد على الجميع. انا من الاشخاص اللي لما اسمع مرات هذه الخبريات او انا بحب اسميها خرافات طبيه على وسائل التواصل الاجتماعي، بحس الحقيقه باحباط. ليه؟ لانه يعني العالم عم تصدق حرام، والعالم تتعلق باشياء لما تكون مريضه. فشكرا لمنبر صباح الخير يا عرب اللي سمح لنا انه نحكي عن هالموضوع حتى العالم بال2021. واجبنا يا عادل. بالضبط بالضبط، حتى العالم ما بقى تصدق هذه الخرافات. أول وحدة مثل ما تفضلتي سارة عن طقطقة، ولكن هنحكي عن طقطقة العمود الفقري. أوكي. كتير مرات مثلا بسمع خبريات أنه مريض راح عن دكتور قام طقل له رقبته أو طقل له أسفل الظهر، رجع الديسك مكانه. صحيح؟ لا 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 أنا كنت أصدقها. أوكي. أبدا، الديسك ما بيرجع مكانه من طقطقة العمود الفقري. وبدي معلش عزي بتركي معنا لأشرح لك شو بيصير بالضبط. يلا. طقطقة العمود الفقري. صباح الخير يا تركي. تركي معانا انترن، وحب اقول لك يا تركي معلش اليوم احنا يعني حنستغل وجودك شويتين. وانا لما اول ما كنت انترن ما في شيء في المكتب ما سويته، نظف، جبت قهوه، عملت سكرتيره، فمعلش يعني هي الحياه تبدا كذا، هي الحياه المهنيه. هلا انت حتعمل حتاخذ مساج، ايش احسن من كذا؟ طيب يلا تفضل. هلا شوفي، بطق الرقبه شو اللي بنعمله؟ ببساطه ناخذ مفصل الرقبة للأخير، وبالأخير سمعتي؟ سمعت، ما بعرف إذا سمعت الصوت على الكاميرا. طقينا الرقبة. أيوة. وأسفل تحت. أوكي. تبرم لعندي لو سمحت تركي. شوف شو عم دلعوا الانترن عندكم بأم بي سي. نعمل هيك، الله يعافيك، خليك هيك، رخي 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 تركي. تمام. هنعمل هيك تماما، حط هيدي تحت راسك تركي. هيك، يا سلام، ببساطة تركي، خذ نفس، خذ نفس، ظاهر نفس، يا سلام. خلاص؟ سمعتوا شيء؟ أنا ما سمعت. سمعتوا الصوت؟ هو تركي سمع وارتاح. بغالي أحط ماي. أوكي. شو اللي بيكون صار بهذه الوضعية؟ اللي بيكون نحن لما طقينا العمود الفقري جسمنا بيفرز مادة أندورفين. لحظة لحظة، فين رايح تركي؟ تعال شوية تركي، تعال تعال بس دقيقة. أنا أبغى أسمع إيش كيف إحساسك بعد الطقطقة؟ كيف إحساسي بعد الطقطقة؟ أتوقع إني أبغى أنام أول شيء. أيوة. ارتحت يعني؟ كله مسترخي الآخر. أوكي. اوريدي يعني، فما بالك لو عملت اكثر. لا بس شفتي، بس هيدا يعني اللي بدي اوضح لكم اياه، انه ليه المريض بحس انه خي اريح؟ مش لانه الديسك رجع مكانه لو عنده ديسك، ولكن إيش؟ فقط لانه في اندورفين بينفرز بالجسم بعد ما انطق العمود الفقري، فبحس المريض انه هو اريح. ولكن هيدا منه علاج للديسك، علاج امراض الديسك مختلفه تماما. ف شكرا يا تركي، خلينا نشكر تركي وانجوي الاندورفين، روح ارتاح شويتين. ففكره انه الطقطقه ترجع الديسك، رجع الديسك، هذا الشيء خطا تماما. هيدي اول شغله. الشغله الثانيه انه احيانا كثير بيجيني على العياده اشخاص وخصوصا السيدات عندهم خشونه بالركب، الركب. صحيح. بقول لهم سويتوا تمارين؟ بيقول لي مثل شو؟ مثلا دراجه؟ بقول لي لا، اسمعنا انه رياضه الدراجه مؤذيه للركب، وهذا الشيء غلط تماما. ليش؟ بيقول التريدميل كمان مؤذيه للركب. حنحكي عن التريدميل. ليش؟ هلا شوفي، اذا بدنا نعمل نحن رياضه البايسيكل، شوفي شو عم بيصير. خليني بس، شو عم بيصير بالبايسيكل؟ اللي عم بيصير انه مفاصل الركبه عم تتحرك. شوفي كيف، شوف شو عم بيصير. فاللي عم بيصير اذا الركبه فيها خشونه، اللي عم بيصير بهيدي الحركه انه بالعكس عم تتلين. أوكي. المفاصل عم تتلين، والتيبس اللي ناتج عن الخشونه عم بخف. يعني مفروض بالعكس، المفروض تنعمل، ولكن بشروط. اولا انه الوقت يكون من 15 ل 30 دقيقه يوميا مش اكثر، والشرط الثاني انه المقاومة تبعيتها للدراجة تكون أقل شيء ممكن. أوكي. ولكن هيدي الحركة لما شخص يعملها وعنده خشونة ركب بالعكس كتير بتساعد. رقم ثلاثة، هنحكي عن مرض العصر واللي هو عرق النساء. أوكي. شو عرق النساء؟ هو الديسك اللي بيكون طالع من مكانه وضاغط على العصب، مثل هيدا سارة، الديسك طالع من مكانه ضاغط على العصب وبيعمل ألم بأسفل الظهر نازل على الرجل. في هذا شيء النص العالم عنده إياه.
ثلاث ارباع العصر. أيوة. في شائعة بتقول لسارة انه لما يكون عندكم هذه الحالة ما تعملوا تمارين، خليكم متسطحين. حتى في ناس بيوصلوا للاكستريم انه لا خليكم على ظهركم على شيء ناشف يمكن اول ما يجي الالم كل دكتور. الوقت نو انا دائما بقول وكل الاشخاص اللي بيجوني على العياده بقول لهم انه هيدي الاشياء لازم ينعمل لها تمارين، ولكن تمارين مناسبه لها. عدم الحركه بيزيد من الالتهاب، لازم ينعمل تمارين ولكن تمارين مناسبه لها. وتمارين يا جماعه تمارين مناسبه ما بتتاخذ عن يوتيوب وما بتتاخذ عن جوجل، بتتاخذ من دكتور المتخصص. هذا رقم ثلاثة بعد ما يشوف الدكتور اكيد الحاله. طبعا طبعا، لانه كل تمرين له، ممكن انا يكون عندي ديسك وانت عندك ديسك لا سمح الله، ولكن تماريننا مختلفه. أيه. تماما، حسب طبيعه الديسك ووقته وحسب كثير امور. رابع شيء هشاشة العظام، كمان في شائع انه لا اذا حدا يعاني من هشاشة عظام انه لا ما تعمل تمارين، ما تقوي بالتمارين، ما، وهذا الشيء غلط. بالعكس، شوفي سارة، هيدي عظمة فيها هشاشة، كذا يكون شكله؟ كذا يكون شكله. شوفي الفراغات اللي موجودة هون، هيدي عظمة فيها هشاشة عظام. هرجيكي هلا عظمة سليمة، شوفي هيدي عظمة سليمة، شوفي كيف في جسور عظمية. هذه السليمة العادية، هذه السليمة العادية. شوفي كيف في جسور عظمية. أوكي. العظم بيقوى بالضغط. شو يعني بالضغط؟ يعني بالحركة، مشي، سباحة، بايسيكل. وتخيلي سارة حتى رفع الأوزان الخفيفة كمان بتساعد هشاشة العظام. فيا جماعة اللي عم بيعاني من هشاشة عظام ما يخاف من التمارين، بالعكس العظم بيقوى بالتمارين. يعني أنا أغلب الناس اللي عارفهم اللي يقولوا عندهم هشاشة عظام، المشكلة يجلسوا ويشربوا حليب، بيزيد يحسب انه هو خلاص انه الموضوع حيقفل. ابدا، مثل ما قلت لك ساره انه العظم بيقوى بالضغط. العظم لما تضغطيه بيقوى. كيف تضغطيه؟ بالتمارين، مشي، سباحه، حمل اوزان خفيفه، كرر اوزان خفيفه. اخر خرافه بدنا نحكي عنها انه هو عن السباحه. السباحه انا برايي يعني اخذي دعايه اكثر من حجمها. اوف صراحة. ليه؟ بالعكس يقولوا احسن رياضه الواحد يسويها. حسب الحاله. اوكي، حسب الحاله. انا كثير بيجيني اشخاص بيقولوا دكتور قالوا لنا نسبح، عملنا سباحه قام الالم زاد. صح، في بعض الحالات السباحه مؤذيه وما تعملوها، مثل التهاب اوتار الكتف. اوه، وهي حالات كثير كثير كثيره بمجتمعات. اصلا لازم يسوي رياضه؟ لازم يسوي رياضه ولكن مش سباحه. ايش يسوي طيب؟ بيسووا تمارين تانية يعني بنبقى بنحكي عنها، ولكن السباحة ليه مؤذية؟ لأنه لما عم يسبحوا يعملوا هيك. أوكي، شوفي هالحركة سارة. فاللي عم بيصير عورني كتفي. بالضبط بالضبط. فاللي عم بيصير أنه فقط عم بيزيدوا الضغط على الأوتار. أوكي. فبالنتيجة الألم عم بيزيد. فهيدي إحدى الحالات اللي ما لازم يعملوا رياضة السباحة بالمرة. الحالة التانية ديسك الرقبة. أوكي. الأشخاص اللي عندهم ديسك بالرقبة وعندهم ألم نازل على إيدهم أو ألم نازل على لوح الكتف، هدول الأشخاص إذا عم يسبحوا شوفي طلع بحركة رقبتي، شوفي هاي الحركة إذا عم يسبحوا هيك. بس أنا الدكتور أسبح كذا. برافو عليك. هلا هيك شيء تاني، هيك شيء تاني. إذا عم تسبحي بهالطريقة، إذا أنت رقبتك ستريت وعم تسبحي يعني مش يعني ما بدي اقول بدلع، بس انه شوي بدلع، يعني هيدي سباحه. لا هذا مو دلع يا دكتور، يعني برضه بحرك العضلات. اوكي، ولكن اللي بيسبحوا بيرفعوا ايدهم هيك بهالطريقه وبيبرموا راسهم هيك. شو اللي عم بيصير؟ عم بيصير انه عم بيزيدوا الضغط على العصب اللي طالع من الرقبه. شوفي هدول الاعصاب، هدول ديسكات الرقبه، وهذا العصب اللي طالع ونازل على الايد ونازل على لوح الكتف. بيكونوا شو عم يعملوا؟ عم بيزيدوا الضغط على هيدا العصب، فسباحة بتكون مؤذية جدا. فاختصارا للموضوع، ما كل شغلة بنقراها على وسائل التواصل الاجتماعي فهي صحيحة، وأي شغلة بتحسوها أنه هي يعني بالطب ما في سحر، أي شغلة بتحسوها أنه واو يعني نتيجتها لا تصدق فما كتير نصدقها. ومصدرنا دايما بتماريننا وبعلاجنا يكون مش وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن تكون زيارة الأخصائيين والأطباء. لأنه زي ما ذكر الدكتور، احنا نذكر المشاهدين كلهم أنه على حسب الحالة، على حسب الألم، على حسب حالتكم لازم تشوف الدكتور، والدكتور يقول لكم التمرين 100%. بس دكتور بسألك شيء دحين، في العصر اللي احنا فيه في 2021، قديش بتجيك حالات ديسك من ناس صغار؟ للأسف يعني كتير، احنا زمان كنا نسمع الديسك مثلا للسن الكبار السن، أو مثلا حالات الرياضيين مثلا. أوكي. ممكن يعوروا نفسهم. سارة شوفي هالمفاجأة، أمراض الديسكات هي بين عمر 25 سنة ل 45 سنة. يا الله، تخيلي. لأنه الديسك بيكون كله مي، بيكون فريش، فاحتمال أنه المي تطلع من مكانها بيكون كبير. بعد عمر ال 45 بيكون المي نشفت، فبيصير في
امراض ثانيه لها علاقه بالخشونه، لها علاقه بالنتوءات العظميه اللي بتصير، ولكن الديسكات اغلبها عم بيصير بعمر 25 ل 45 سنه. 25 والله صغار، وخصوصا طبعا وخصوصا بطبيعه حياتنا هلا والقلة رياضة أو حتى الرياضة المبالغ فيها كمان، هيدي أنا بشوفها كتير عندي بالعيادة، أنه أشخاص بيقولوا دكتور هو يا ما يحب يسوي رياضة ويقعد ويتخن، يا يروح الجيم ويبغى يصير الموديل اللي ما حصل. برافو يعني. عليك يبغى يربي عضلات وعلى حساب صحته وعلى حساب ديسكاته. شكراً شكراً لك دكتور، يعطيك ألف عافية، وأكيد إحنا حنتكلم بعدين كثير على هذا الموضوع، خاصة موضوع اللايف ستايل، لأن الواحد لازم يلاقي اللايف ستايل الصحي الوسطي المناسب كمان لجسمه. شكراً لك دكتور، يعطيك ألف عافية.